بهذا الموضوع. أبو الجوخ، مدير للأخبار والشؤون السياسية بالإذاعة والتلفزيون. أصدر رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك بناء على توصية وزير العمل والتنمية الاجتماعية يوم الأحد، أصدر قرارا بتعيين ماهر محمد الأمين علي أبو الجوخ مديرا للإدارة العامة للشؤون السياسية والأخبار بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. وجه القرار وزارتي الثقافة والإعلام والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ الإجراءات لتنفيذ القرار. القرار وجه الجهات المختصة بالعمل على التنفيذ والتغييرات بهيئة الإذاعة والتلفزيون بعد الثورة، كيف تنظر إليها؟ والله في الأول مقدمة التهنئة لزميلنا وصديقنا وأخونا الأخ ماهر أبو الجوخ، وهو شاب إعلامي طموح ومن الشباب الإعلاميين، وهذا أعتقد أنه هذا القرار تكريم كل شباب الإعلاميين، ونتمنى ونسأل الله العلي العظيم أن يوفقه في مهمته وأن يمثل الشباب الإعلامي خير تمثيل في هذا المنصب الكبير المحاط بكثير من التحديات. الآن الأجهزة الإعلامية كلها في السودان محاطة بكثير من التحديات تعرضت في الفترة السابقة طوال 30 عام وما قبلها، تعرضت لكثير من التشوهات وكثير من المشاكل في بنية وفي هذا الأمر يحتاج إلى عمل كبير ويحتاج إلى تغيير في المفاهيم وتغيير في السياسات. بالأساس نحن في مرحلة الإعلام انطلق فيها إلى آفاق بعيدة جدا، نحتاج إلى أن نلحق بالرد، وهذا مهم جدا. أهم شيء ليس الأشخاص في هذا التغيير، التغيير لابد أن يكون في المفاهيم، والتغيير لابد أن يكون في لنواكب ما يحدث من متغيرات في العالم من حولنا. نعم، في العالم. وهذا الأمر محتاج إلى كثير من العمل من قبل الحكومة لدعم هذا الاتجاه، بخصوص القوانين وبخصوص كثير من المشاكل التي ظلت تعترض أجهزة الإعلام كلها بلا استثناء. الآن أجهزة الإعلام تعاني منه البلد كلها اقتصاديا. الأجهزة الإعلام معرضة، كثير من أجهزة الإعلام تعاني من في اقتصادياتها وفي تسيير الحياة اليومية. هذا يحتاج إلى العمل من قبل الحكومة لتجاوز هذه التحديات ولإعانة الكثير من الكوادر الإعلامية العاملة في الساحة. لأنه استقرار العاملين في هذا المجال برضو بيصف في الفكر العام، يعني أنه بيكونوا مستقرين، وبالتالي لما تتوفر أيضا الحرية للإعلام يستطيع أن يؤدي مهامه عموما.